زي ما احنا متعودين يا صاحبي في البداية كده تصلي على النبي في قلبك يا مساء الفل. يا نهار ابيض على التنمر، الواد اللي مصمم القصة دي لما يتجوز ويخلف هيخلف عيل بفلقة واحدة. ما هو اصل يا حاج اللي بيحفر في حفره هو اللي بيقع فيها. بقول لك يا صاحبي بص كده معايا على التطبيق ده. ده بقى يا صاحبي تطبيق بيعرض لك اللي على التليفون عندك على الحيطه اكن انت بتسمح في السينما بالظبط، يعني هيغنيك عن الشاشات والتلفزيونات والحاجات دي كلها. ومس التطبيق ده كمان بيشتغل من غير نت، هسيبه لك في الكومنتات وحمله وادعي لاخوك. اللي بعده نعم، هو اللي حصل اللي بعده. انت بتسند ايه؟ بتسند ايه اللي تلتهي بجري؟ ده هتطبق يخرب بيتك. لا يا اسطى انت بقى ربنا يعينك، ربنا يعينك. يا ابني الايه؟ بص عشان لقاها وحشه مش عايز اديها الايس كريم. ده انت فلات يالا. ها؟ يا نسوان يا ولاد اللي بعد. انت بتعملي يا بنتي؟ انت على اساس ان الحصان يعني هيسمع كلامك كده وهيقتنع؟ اه ده اقتنع. لا الحصان ده فلاتي. ايوه مش فاهم برضو، دي عين العقل يعني دي ولا ايه؟ ولا يا ابن الغدارة انت مالك كده؟ هلا قلبت مصارع ليه؟ لا انت تحطه مكان البلاطة، دي اقل حاجة. ايوه اقنعوني، دي دخلت ازاي؟ يعني اللي كان سايق شارب ايه؟ بقول لكم اللي بعده. يخرب بيت امك، انت لازق العجله بامير يلا ولا ايه؟ يعني اتفضل. سعد علاوي انت اتفضل، يعني اتفضل. يعني هسه احنا اتفضل. بالله عليك يعني في حضر تجوال وتفضل. ايوه اطلع بقى مستني ايه؟ ما هو عنده حق، ده انت بارد. ايه ده؟ هي مش كانت بتجيب كهربا؟ بقت تجيب ميه ازاي؟ يا غبي ايه اللي انت عملته ده؟ ده هيبيتوك بره. سلام عليكم.